السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم موضوع وهو سؤال دائما مطروح. بعض الناس يقول عندي ألم في الأكتاف أو الثقل في الأكتاف، ولما يذهب إلى الطبيب يقول له غير مصاب. كيف تشخص حالتك أخي أو أختي في الله؟ هل عندك سحر أو عين على أكتافك؟ لذلك بعض الأحيان إخواني أخواتي قد يكون هذا السحر أو هذه العين التي على أكتافك عين محروسة أو سحر معقود أو شيطان من الملوك. فإذا أردت بإذن الله تبارك وتعالى أن تشخص حالتك أكثر بإذن الله تبارك وتعالى، فعليك أن تقرأ سورة الجن بإذن الله تبارك وتعالى 7 مرات أو 3 مرات على قدر مستطاعك وعلى قدر جهدك. فعندما تقرأ سورة الجن بإذن الله تبارك وتعالى 3 مرات أو 7 مرات ستركز على الخطوة التالية بإذن الله تبارك وتعالى. ما هي الخطوة؟ الخطوة التالية عليك أن تأخذ مكعبا من الثلج بإذن الله تبارك وتعالى، لا بأس أن يكون كبير، وتضعه على هذا المكان بالضبط. هذا المكان ركزوا معي في الصورة في الفيديو، هنا يسمى الكاهل، بين الكتفين والرقبة يسمى الكاهل، نفعل فيه الحجامة. ولكن هذه المنطقة هي يتربع فيها الشيطان الملك، هي منطقة يحبها الشيطان الملوك. 90% من الجن الملوك يحبون هذه المنطقة، كأنها يضعون عرشهم في ذلك المكان ليتحكموا في يدك اليمنى واليسرى ولتحكم في تصرفاتك. هذه المنطقة يحبها الجن الملوك، يسكنون في هذا المكان وفي الرأس وفي هذا المكان والأكتاف وهذا المكان والصدر. المهم يحبون هذا المكان أكثر. إذا أردت أن تظهر هذا الشيطان الذي يسكن في أكتافك، فعليك أن تضع بإذن الله تبارك وتعالى مكعبا من الثلج، تمسكه في يدك هكذا بإذن الله تبارك وتعالى، وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وإذا شعرت ببرده الثلج بإذن الله تبارك وتعالى، وتضع المكعب الثلجي تضعه بإذن الله في قماش، وإذا شعرت بكثرة البرودة تنزعه، ثم بإذن الله مرة أخرى تضعه في الكاهل، وتكرر إنه من سليمان لمدة 15 دقيقة أو 20 دقيقة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هذا الشيطان الذي يسكن في أكتافك سواء كان من الملوك أو من المردة أو من العفاريت أو خادم سحر أو خادم عين أو عين محروسة، بإذن الله إذا كانت هناك عقد تحصن هذا الشيطان في الكاهل فسوف تفتح بإذن الله بالثلج، أو إذا كان هو سكن في هذا المكان لمدة سنوات سوف تظهره الله بإذن الله تبارك وتعالى بسورة الجن إنه من سليمان زائد الثلج. لذلك عليك أن تضع الثلج حتى تنتهي من الحصة بإذن الله تبارك وتعالى، فكلما يؤثر عليك الثلج نزعه ثم أرجعه بإذن الله تبارك وتعالى لكي يتعذب في هذا المكان وتفتح عقده ورموزه وطلاسمه وجداوله في هذا المكان ويظهر، لأن بعض الشياطين وإن قرأت عليه لا يظهر بكل سهولة. فعليك أن تعيد هذه الحصة وتعيدها مرة في المساء أو حتى بإذن الله في الغد حتى يظهر هذا الشيطان الذي يسكن لك في أكتافك بإذن الله تبارك وتعالى ويسبب لك الآلام، رغم أنك تذهب إلى الطبيب ولا تشعر بأي شيء. لذلك أخي المصاب ركز على هذه الطريقة، فهي تشخيص لحالتك والإظهار ما يسكن من الجن. لذلك بعض الناس قد يقول أنا عندي آلام في جهة القلب، أنا عندي ألم في أسفل القلب في هذا المكان. بعض الأحيان تكون عقد في هذا المكان في أسفل القلب مباشرة، يعني بجانب القفص الصدري، هذا المكان كذلك طبقه فيه نفس الطريقة بإذن الله. تقرأ سورة الجن 3 أو 7 وتضع الثلج هكذا بإذن الله تبارك وتعالى، وتقرأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وتكررها بإذن الله تبارك وتعالى، فهي موجودة في سورة النمل، وتجتهد وتقرأها بترتيل وبخشوع بإذن الله وبتأني كي تظهر هذا الشيطان. فإذا بإذن الله تبارك وتعالى سهلت عليك إنه من سليمان وحفظتها، فركز فلا بأس إن شاء الله أن تغلق عيونك وأنت تقرأها كي تركز في تلاوتك أكثر وكي يظهر الشيطان بسهولة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن بعض الشيطان قد تسكن لك في عيونك وقد يصعد فيك وأنت لا تشعر، ولكن إذا أغلقت عيونك ستشعر به وصعد بكل سهولة. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.